السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين في هذا البرد؟ راه البرد الصراحه، البرد واحد البرد ما نعاود لكمش. هنايا اليوم غنقدم معكم الحريره المغربيه على الطريقه البيضاويه. المقادير اللي عندي هنا، عندي 4 ديال المطيشات هكذا محكوكين، هكذا كيجيو على شكل لاصوص، وعندي جوج بصلات هكذا حتى هما حكيتهم كيجيو بحال هكذا. وعندي هنا الكفته، او نتوما يمكن لكم ديروا حتى اللحم قطع صغيره، انا درت الكفته. وعندي شويه ديال الحمص رقدتو هكذا، حيت له الجلده ديالو رقدتو ليله كامله. وعندي هنا المعقنوس، وعندي هنا شويه القزبر عاود، وعندي هنا الكرافس، وعندي النعناس ليمون حتى الاخر، هذا النعناس ليمون حتى الاخر. وعندي ملعقه كبيره ديال السمن، وعندي حق ديال المطيشه الحق، المطيشه المتزاره. وعندي هنا العطريه، تخميره ملعقه صغيره من التخميره، ملعقه صغيره من السكنجبير، وعطريه الحريره، وعطريه المزله، ما كاينش تاع المزله. عندي عود ديال القرفه، عندي شويه ديال الملحه، الملحه عاد غنزيد. دابا غنشعل على الطنجره ديالي، وغنزيد فيها المقادير. غنزيد عليها السمن الاول، ونزيد المطيشه اللي كنت حكيت من قبل، ونزيد البصل، ونزيد اللحم المفروم، وكذلك كنت اللحم تاع صغيرة، ونزيد وصافي. دابا غنخليه يتقلى، غنرد عليها على الطنجرة ديالي، غنخليه يتقلى، عاد غنزيد المقادير الأخرين. دابا شوفوا البنات، تقلات ليا العناصر اللحم مع البصل. غنزيد عليهم المقادير الأخرين، غنزيد الحمص، غنزيد الكسبور والمقنوس والكراكوس، صافي. وغنزيد تبع هاديك عود ديال القرفة، نزيد الملحة والعطرية، هما صافي. ونخليها عاود تقلى شوية، عاد غنزيد عليه الماء. وعندي هنا سميتو التدويرة ديال الحريرة، عندي شوية سميتو الدقيق. وعندي هنا الشعرية، وعندي نصف حامضة كنت قلتها لكم، وعندي حك ديال المطيشة. هادو التدويره في الاخر، التدويره ديال الحريره. دابا غنخليها، عاد غنزيد عليها الماء. عندي هنا الماء، لتر ديال الماء، ما طايب طيبته مزيان. دابا غنزيدو على الطنجره ديالي ونخليها تطيب. شوفوا البنات، هنا في هذاك الغطاف بعدا درت سميتو درت الدقيق اللي عندي، ودرت هذاك النصف ديال الليمونه درته على الدقيق، وغنزيد عليه شويه ديال الماء صافي. وغنطرب هذاك الدقيق وغنطحنو، انا غنطحنو. عندي هنا شويه ديال الماء مع الدقيق والحامض، غنطحنو مزيان، وغنصبو على مثلا التدويرة، وغنصبو على الحريرة ديالي. الحريرة ديالي طابت، المقادير اللي عندي طابو، الحمص طابو. دابا غنزيد عليه الدقيق غير بشوية بشوية، نخلط باش ما يديرليناش هداك الكويرات. وعاود هداك الغراض اللي درت فيه الدقيق
زدت عليها ديال المطيشه وزدت عليه شويه ديال الماء صافي خلطو. دابا غنزيدو على النشفه ديالي. صراحة تجي لذيذة والله العظيم اللي تجي لذيذة هاد الحريرة مع هاد البرد، يعني تجي واحد المذاق فيها بهداك الحامض اللي درنا عليها. ودابا غنخليوها طيب على خاطرها. شوفوا البنات الحريرة ديالي هي واجدة، كتجي الصراحة لذيذة مع الحامض والتميرات، كتجي هاك تفيها هاك البنة ديال الحامض اللي درنا مع الدقيق. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو اللي درت اليوم. نتمنى تجربوا هاد الحيرة لانها كتجي زوينة. ونخليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله، حتى مرة اخرى ان شاء الله. نتمنى ديروا لايك وديروا اشتراك. خليكم يلا.